عشان ما يهمهم اصلا انت لو تشترين جوائد يعني. يعني اذا انت ما قسمت ما نسوي صراحة اني احبك بس كل شيء هون انت خارج حبيبي ما يحبني اقول لك راح تجي امي شلون اقول جيب بنتك قلت له حتى عينه يمي بس عيب ما قلت له والله هاي بعيدة هاي قلت عليه ما المعاقين ليه قدام وين جامع الرشان بعيدة مشي بعيد لا لا روح لا لا تقول لي تدعي هاي مال الشرطة في خدمة الشعب شيل الشعب من عنده يعني اذا مو قلبوا يا داعي شوف اخر شيء بالليل ما نجد طلعوا شو اسمه بالليل ما نجد طلعنا الناس اوف
هسه اشوف لك دكتور. شوف لي ريانه وخليجي صف صور الواجهه الواجهه اهم شيء الواجهه هاي عملت بالجو الجماعة ولو ما تقعدوا انا مسفرة ترى من زمان واحد ويا احسن ما شاء الله والله حال السيارة والله صبر بهذا شو تصير؟ ابنك ان شاء الله اللي كان بربي؟ لا لا وين اللي كان بربي؟ بطل مي ترى انا المصور من سلاج ابو يعني. والله احنا قبل ما يجي داعش كان عندنا مستشفيات درجه اولى مستشفيات متوفر كل شيء فجاء داعش دمر المستشفيات كلها بالموصل ما بقى نعاني هسه المواطن يعاني من عنده مريض ما يقدر يسوي عمليه العمليات غالية مليون ونص العمليات الأهلية بس الأهلية المواطن يعني ما عنده المريض ماله يبقى يموت وما عنده يا أخوة هسه احنا نطالب من دولة رئيس الوزراء حتى يسوون المستشفيات والأدوية والجسم كله غالي على كان المواطن ما عنده يعني قوت يوم ما عنده يعني كم مستشفى كان بالموصل؟ قابل عندنا 7-8 المستشفيات بالموصل. اليوم كلها مدمرات. كلها مدمرات ماكو يعني ماكو خدمات ماكو بيها زين. أدوية ماكو. والمواطن ما عنده يا أخي ما عنده. منين يجيب؟ الاسم؟ يوسف عزيز. فيما يتعلق بالواقع الصحي هناك تدني في مستوى الخدمات وكذلك تدمير البنى التحتية لأكثر المستشفيات نحن في مجلس محافظة نينوى قبل تقريبا أقل من شهر تم استضافة السيد مدير صحة نينوى حول التردي الواقع الصحي وخدماته في المستشفيات الحكومية حيث تحدث السيد مدير صحة نينوى بأن هناك لحد الآن وصاية من وزارة الصحة على كافة مستشفيات نينوى من حيث قلة الدعم سواء من ناحية الخدمات أو الأجهزة وكان هناك أيضا تحدث بأن هناك في الشهر إيرادات تصل إلى 2 مليار دينار من واردات جباية الصحة تذهب إلى وزارة الصحة دون أن تقوم بوزارة الصحة بواجباتها في سواء في تقديم الأجهزة أو في تقديم الخدمات أو كذلك في شراء الأجهزة للمستشفيات لذلك الكثير من المستشفيات اليوم تعاني من نقص كبير من الأجهزة والأدوية من خلال الجلسة تم التصويت على قرار رفع الوصاية عن دائرة صحة نينوى وأيضا الآن قبل أكثر من 15 يوم وصل ميزانية سوف شهرية لدائرة صحة نينوى إذن نحن سوف نراقب عمل دائرة صحة نينوى من حيث تقديم الخدمات لكن كما تعلمون أن كثير من المستشفيات دمرت سواء جراء عصابات داعش أو العمليات العسكرية بالتالي اليوم في مرحلة التأهيل الكثير من المستشفيات من قبل المنظمات الدولية وكذلك من قبل الدول المانحة فننتظر إكمال بقية المستشفى خاصة في الجانب الأيمن هناك بعض المستشفيات تعمل الآن لكن وفق إمكانيات محدودة كما قلت لكن على أيضا مدير صحة نينوى أن يحسن أداء عمله من ناحية توفير الأجهزة والأدوية لكافة مواطني محافظة نينوى غزوان الداودي عضو مجلس محافظة نينوى رئيس لجنة حقوق الإنسان والله شوف أخي معاناة جدا يعني الناس مو بس من ناحية الخدمات المستشفيات ضرورية
مستشفيات تدمرت بسبب الحرب، هذا منتهين منه. بس المفروض على الحكومة، على الجهات المعنية تعيد الحياة. يعني هسه مستشفيات جهاز تفتيت يمكن ماكو بالموصل بس واحد، احنا هذا محتاجينه. عمليات القسطرة كذلك، عمليات القسطرة ليش تروح الناس وما عندها؟ يعني ممكن مبالغ كثيرة، بس المستشفى ممكن جهاز جهازين يمشيه. عندنا مستشفيات الموجودة، مستشفى السلام التعليمي وكذلك مستشفى العسكري اللي انفتح هسه، مشكورين وزارة الصحة انه يقدمون اللي يقدرون عليه، بس احنا نطالب بأزيد، نطالب من المحافظ، نطالب من وزارة الصحة. الأماكن الكادر موجود لكن أماكن ما موجودة، فإحنا ندعي من هذا المنبر مالكم وزارة الصحة أنه تقدم أقصى جهد من ممكن منها أنه توفر أجهزة التفتيت والقسطرة. وما شاء الله إمكانيات موجودة وأطباء موجودين عندنا، بس تبقى الحكومة دعم الحكومي من ناحية توفير الأجهزة والمكان. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الحرب على مدينة الموصل تعرضت مؤسساتنا الصحية ومراكزنا الصحية إلى دمار شبه شامل، وكان هذا الدمار في البنية التحتية وكذلك في المعدات والأجهزة الطبية. الآن مدينة الموصل هناك قفزة في تقديم الخدمات الصحية، ولكن الحمل والزخم الحاصل على مؤسساتنا الصحية كبير جدا جدا. لذا نرجو من وزارة الصحة وكافة المسؤولين في المحافظة وفي الحكومة تقديم المزيد والمزيد من الدعم لهذه المؤسسات وتزويدها بالمتطلبات من الأجهزة الطبية الحديثة والمستلزمات الطبية خدمة للمواطنين الكرام. الدكتور رعد عبد الهادي أيوب، مدير مستشفى السلام التعليمي.